وباش لله فعلا نساعدوك ونطوروا التجربه ديال كل وحده فيكم باش تجدد وتبدع وتفنن في الكوزينه وفي المطبخ ديالها. فحنايا ابتداء من هذا الاسبوع كينضم لينا والاسره تحديث ومغزل مع سناء الزعيم الشيف هادي اللي كتعرفوه واللي جربتوا الاكلات ديالو واللي كتشكروا فيه كثير. فباسمكم كنعاود نقول له مرحبا بك معنا الشيف هادي على راديو اصوات. واليوم حنايا باش نشرح لكم كيفاش غدوز هاد الساعه مع الشيف هادي. بدايه غادي ناخذوا الاقتراحات والاطباق اللي غيقدم لكم الشيف هادي. فطبعا وجدوا الكناش ديالكم ديال البرنامج باش تسجلوها, ومن بعد غادي نبداو نجاوبوا على الاسئله ديالكم عبر التليفون مباشره عبر رسائل الاس ام اس على رقمنا 5590. وايضا غادي نقراو حصه من الاسئله اللي طرحوها عليك السيدات على الصفحه ديال الفيسبوك وانت كذلك طلعتي عليها, حيت غير عملت التصويره ديالك والخبر انك غادي تنضم لنا مجموعه من السيدات اللي بداو كيسولوك على كيفاش بغاو يحسنوا اطباق مثلا الكيكه وغيرها من الشهيوات اللي كيوجدوا يوميا في بيوتهم. شف هادي, حنا على ابواب شهر رمضان وكنعرفوا شهر الصيام تبارك الله كيكثر فيه الطياب وكيكثر فيه استهلاك الحلويات, والمائده المغربيه التقليديه كنديروا الحريره وكنديروا الشباكيه ولا المخرقه والسفوف او سلو والبريوات وداكشي اللي فيه اللوز والعسل والسكر. فاليوم شنو هي النصيحه ديالك للسيدات باش السيده دير شي حاجه اللي في المتناول سهله وعلى قد الجيب ديالها؟ هذه مهمه. طبيعه الحال الشيف هادي معروف بجوج الحويجات, الجيب والصحه. وجمعتي كلشي, هذه البركه كامله. تبارك الله. دونك حنا غادي نبداو معاهم بسم الله على الاطباق اللي غادي نعطيهم. اول حاجه الشباكيه اللي موجوده في رمضان. وكاين دابا بحال المغرب فيه ثلاثه لي بارتي في المغرب اللي كاين اللي كيقول لها مثلا جهه الشرق تيقول لها الشباكيه والكريوش, الجهه ديال فاس لا الرباط مثلا تيقول لها المخرقه, والجهه ديال اكادير ما فوق كيقول لها بوشنيخه جو كواوي. دونك حنا غادي نعطيو لهم المقادير ديال هذا الطبق هذا وبطريقه سهله, وغير هما خصهم يتبعوا كاين بعض كما تنقولوا حنا بعض النقاط اللي خصهم يردوها. مثلا كاين اللي تجيها قاسحه, كاين اللي تجيها هشيشه, كاين اللي كتجيها رطبه, كاين اللي ما تتصدق ليهاش. دونك بحال هاد الحويجات هادو اللي ما كتعرفش تشبكها, ما بتعرفش تشبكها. انا غادي نعطيهم حتى الطريقه باش يشبكوها في الراديو ان شاء الله وغادي تصدق ليهم. اول حاجه اللي خصهم يديروا خص تكون عندهم جوج الحويجات, خصو يعرفوا درجه الحراره ديال الزيت باش الا ما عندهمش باش الترمومتر باش يعرفوا الحراره. اون فوا تيشوفوا الموجات ملي تديري الزيت تكون نقيه بطبيعه الحال, والطبق اللي تكوني فيه يكون شويه ديال يكون شويه ثقيل, ما يكونش لان علاش ملي تيكون عندنا واحد الطبق مثلا كاسرونه او مرميطه ولا مقله وتتكون رهيفه العافيه ملي تدخل ما تدخلش ديريكتومون لونتوغاج كامل, تدور كامل ان سيركل, تتمشي ديريكت للفوق. دونك ملي تتمشي للفوق كتكون الدرجه ديال الفوقانيه ماشي بحال التحتانيه. هذه واحد الحاجه كنعرفوا السيدات في كل بيت مغربي ما تخطاش المقله ولا كيقولوا المقله الثقيله ديال الوجده. ديال الوجده شو سي با الثقيله ديال الوجده, مي مقله اون جينيرال خاصها تكون ثقيله المعدن ثقيل, ما تكونش خفيفه وصافي لان باش العافيه ما تدخلش. كنقولوا حنا ما تبينيتريش ديغاك, دوز ديغاكتومون باش الزيت خاصها تسخن. تسخن. اذا شنو هي العلامه اللي بالعين السيده غتشوفها وتعرف الزيت راه سخنات؟ اون فوا تشوف ان اول حاجه اون فوا تشوف ان كاين بحال موجات غاديين في الزيت من الفوق راه ديجا وصلت 180 درجه, نقصوا من العافيه ما نكثروش العافيه لان ما حد نتيا العافيه زايده وهي تطلع لا تومبيراتور. ما عندناش مثلا كاين اللي كاين يقلوا فيها الزيت مثلا كيكونوا دي تومبيراتور فيكس ديري 160 140, حنا ما عندناش ديك الكاباسيتي, كنديروا نشوفوا الموجات تنقصوا من العافيه. اين فوا تنشوفوا مثلا ما فيها باس الا ضيعنا حبه ديال الكريوشه ولا شي حاجه شتناها ما بقاتش كتعطينا ديك الرغوه بزاف, عرفي راه الزيت بردات, دونك طلعي العافيه من جديد. دونك هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه ان السكر, لان بزاف من وحده كتبغي تكون يعني سخيه كتبقى تكثر في المقادير وداك الشيء, هذوك المقادير هما تضيعوا بزاف ديال الحوايج, تضيعوا الكريوش باش ما يكون ربما يجيك خفيف لان الا كثرتي فيه راه يجي خفيف, نقصتي فيه راه يجي قاسح, خص يكون التوازن. غنعطيهم المقادير اللي يقدروا يقيدوهم وابغى غادي نقز لهم لي تكنيك اللي خصهم يتبعوها. وعندنا شاف هادي واحد السؤال حتى هو اللي كيرجع بزاف ملي كنتكلموا على الشباكيه وتحضير الشباكيه في البيت, هو كيفاش تجي الشباكيه معلكه؟ معلكه انا غادي نوصل لهم ديك الدرجه ان شاء الله. بعد ما نوصل علاش كتجي معلكه, خص نورمالمون ملي تنعجنوا الكيكه ملي نعجنوا العجينه ديال الشباكيه خص ما ندوزوش لهاش 10 دقائق,
وملي تنديروا ديك الكويرات تنخليهم يرتاحوا خمسة دقائق مهم تنخليهم خمسة دقائق. ملي تنشدوا ذاك الرولو تنبقاو نسرحوها باش تجينا عن ريكتونغل يا خص تكون شويه رقيقه تكون بين 3 المليمتر حتى 5 المليمتر. الطريقه باش ندخلوا فيها باش ندخل فيها العسل لان علاش ملي تتكون غليظه تتكون غليظه من الفوق تنطيبوها اون فوا تنحطوها في الزيت كتكون سخونه الزيت بزاف ملي تتكون كتحمر من الفوق والداخل كتبقى باقي يعني باقي صفراء ما تقلاتش مزيان ما تقلات واخا تحطيها في الزيت تشرب غير الزيت وكتجيك سهله للتهرس. اذا العجينه خاص السيدة تطلقها مزيان بالمدلك بالمدلك ما تكونش عاوتاني رقيقه بزاف لانه غتبقى تقطعها من غادي تشبكها ولكن تكون شويه رقيقه يعني متوسطه ملي دير الصبع ديالها ملي تحط العجينه في الصبع ديالها خص الصبع ديالها ما يبانش ماشي بحال القضيه اللي تنديروا مثلا لي بات خص تيبان الصبع ديالك عندو نو خص ما يبانش الصبع ملي تهزها من الفوق تحاول بحال اللي تتهز شي بلاستيكه ما تتقطع عليها دونك راها مزيانه. دونك ملي تنطيبوها في الزيت خص الزيت تكون سخونه على الدرجه ديالها 180 ما تفوتش 180 الا فاتت 180 غتجيك سميتو غادي يجيك داكشي قاصح خص تكون رطبه باش تجيك هشيشه. دونك هادو لي تكنيك اللي خصنا نفكروا فيهم هادو اذا النصائح اللي رد لهم البال لالا واللي ان شاء الله هما كذلك غادي يساعدوك باش تحصلي على واحد الشباكيه اللي معلكه ما محروقاش ما طيباش بزاف ما كتهرش وما تبقاش ايضا خضره من الداخل. دابا غادي نشوفوا معك شاف هادي المقادير ديال الشباكيه هادي اي سيده جربتها غادي تصدق ليها ان شاء الله. بطبيعه الحال وواحد الحاجه اللي مهمه على حسب النوعيه ديال الدقيق لان كاين واحد النوع ديال الدقيق تيشرب وواحد النوع ديال الدقيق ما تيشربش دونك خصو يختاروا النوع الممتاز. تناخذوا بين 750 غرام حتى الكيلوغرام ديال الدقيق والدقيق قبل ما يديروه خصو يغربلوه تنهزوا علاش لان علاش تنغربلوه باش ما يبقاوش فيه ديك الكويرات وحتى ملي تنصايبوا داك الدقيق تنديروه عجينه اون فوا تنحطوا فيه داك اي ليكيد مثلا كيكون الزبده او لا الماء داك ملي تنحطوا الخميره داك الكلوتون تيكون داك الكونتاكت تيطلعها لنا في الساعه. دونك تنديروا 125 غرام ديال الجلجلان 150 غرام ديال اللوز يكون مطحون. شحال ديال اللوز؟ 125 غرام 150 غرام إذا 125 غرام ديال الزنجلان و 150 غرام ديال اللوز يكون مطحون واحد المعلقة ديال السكر 100 غرام ديال الزبدة تكون دايبة. اسمح لي شاف السكر سنيدة ولا السكر كلاسي؟ السكر ثقيل كما بغاو سنيدة ولا السكر كلاسي أنت شنو كتفضل؟ أنا تنفضل بجوج لأن إلا درنا السكر كلاسي غادي مازال نعطيو هذيك الهشاشة ديالها ما غادي تجيناش معلكة بزاف دونك السكر الآخر ملي تنطيبوه بحال اللي تيدوب بحال اللي تيشد لينا بحال اللي تنديروا حنا السيمه في العجينه بحال اللي تيشد لينا فهمتي كيفاش هذاك الشيء ملي كتاخذي ديال الزنقه لان ديال الزنقه تكون عامره غير بالسكر والعسل كيكون غير السكر تضربي بها بنادم الراس تيتشق فيه دونك تنحاولوا ما امكن ندير نعطيهم حاجه اللي تكون وحدوا راسكم. تناخذوا 100 غرام ديال الزبده دايبه اييه واحد نص كاس بحال هذيك اللي انتم تقولوا كاس ديال العنبه. طيب الزبده عندي لك ايضا سؤال الزبده ملي كنمشيو اليوم المحلات التجاريه طبعا كاينه الزبده ديال العبار اللي كاينه في كاع الاماكن ديال طبقات كاع البيسيريات ديال راس الدرب عندهم الزبده ديال العبار واش هذيك هي اللي تاخذ السيده؟ تاخذ ديك السيده نورمالمون كيكونوا جوج ديال انواع ديال الزبده حيت كاينه الزبده المملحه والغير مملحه وكاينه الزبده الخفيفه وكاينه الزبده الدسمه. بطبيعه الحال حنا هنايا ما عندناش ما كيديرولكش هذه مالحه وهذه غير مالحه حنا في المستقبل ان شاء الله غادي نوري لهم كيديروا الزبده ديالهم في ديورهم بالملوحيه ديالها ولا من غير الملوحيه من الاحسن ياخذوا اللي ما مالحاش ياخذوها من البيسري عاديه ياخذوها عاديه العبار ديال العبار تاخذ سيده 100 غرام ديال الزبده 100 غرام غير هي واحد الحاجه ما ناخذوش ديك الزبده اللي كتكون ديجا مفتوحه لان مفتوحه بحال اللي تتهرب لك بحال اللي تنديروا ديك ملي تنطيبوا الطنجيه تتكون واحد الزبده مذايبه تعطيني واحد الريحه دونك الا خديناها من عند البقال مثلا وكانت عنده ديجا خارجه للفريغو لان الزبده خص تكون في واحد الدرجه ديال 5 درجات مقل الا كانت كثر دونك راه ما تصلحليش لان ملي غادي تطيبيها تعطيك واحد الريحه بحال تتهرب لك الزبده ديال كوموندي الزبده اللي حاره شي شويه أيه. دونك خص هذيك تجنبوها بطبيعه الحال نعم واحد نص كاس ديال الماء ديال العلبه جوج ديال الصفر ديال البيض واحد المعلقه صغيره ديال زيت الزيتون غير معلقه صغيره ديال زيت الزيتون اييه 15 غرام ديال الخميره ديال الخبز وتنكونوا ذوبناها في واحد شويه ديال الماء وخليناها ترتاح في ذاك الماء واحد 5-6 دقائق شنو هي الخميره اه
ملي كتطلقوها في ديك الخميره كنحطوها في الماء تطلق، ملي تطلق تيكون داك الجلوتين ديالها في ساعه تعطي المفعول، دونك تنخليها واحد 5 6 دقائق بما وجدنا المسائل الاخرى. اذا الخميره قلنا 15 غرام 15 غرام شحال هي تقريبا 15 غرام؟ معلقه صغيره 15 غرام نقول لك واحد بحال الا هزينا عاشق اللي تنشربوا به الحريره الا كان دقيق راه تهز لنا 25 غرام. اييه. الا كانت العسل راه تهز لنا 10 الغرامات. اييه. والا كان مثلا بحال الخميره وداك الشيء تهز لنا 5 الغرامات. دونك يديروا جوج عاشق ديال الحريره. اذا الخميره غدوبها السيده في الماء تحسب جوج معالق ديال الحريره. جوج معالق كبار. جوج معالق كبار. وقلنا نص كاس ديال الماء، معلقه صغيره ديال زيت الزيتون، زيت الزيتون عفوا، وجوج ديال اصفار البيض. اييه، وجوج معالق صغار ديال الخل. اييه. واللي بغى يدير مسكه الحره مع العسل اللي غادي كاين واحد العاشق ديال معلقه صغيره ديال المسكه الحره نديروها مع العسل اللي بغى ينسم بها. شحال معلقه ديال العسل؟ معلقه صغيره. معلقه صغيره ديال العسل. تنديروا شويه ديال النافع اللي واحد الكمشه صغيره. ابغي تنديروا زعفران شعره واحد شويه ديال الماء يكون دافي باش تطلق. اييه. واحد لهاد المعالق صغار ديال ماء ورد، يعني كاين ديال البرتقال ينسم باش ما بغى. ثلاثه المعالق صغار. ثلاثه المعالق صغار، والزيت ديال القلي والعسل على حسب النسبه اللي غادي نقلو فيها ولا غادي نطفيو فيها داك القريوش. والزيت القلي كيف وصيتي عليها خصها تكون جديده. تكون جديده بطبيعه الحال. انا تنصحهم اي حاجه، لان كاين بزاف العيالات تيطيبوا الحوت، تيطيبوا المرقه، تيطيبوا كذا، اي زيت وصلت لهم وبقات لهم من الاحسن ما تدوش 36 ساعه وما يعاودوش يقليو فيها ثلاث الخطرات. هذه نصيحه نعطي لهم. وفي حاله ما لقليتي فيها غير واحد الحاجه حاولي ما امكن تصفيها وتصفيها بداك الزيف ديال الحياتي واحد جوج لهاد الخطرات حتى تتهزي كل شيء داك الشيء اللي قليتي فيه وكتبقى لك واحد شويه صافيه ما فيها باس الا زدتيها واحد المره اخرى. ولكن اون فوا تندوزو، حيت حنا ما عندناش دوك لي مويان مثلا كتعرفي لا تومبيراتور اكزاكت ديال الزيت، لان الزيت اون فوا تدوز ديك لا تومبيراتور اللي تنطيبو فيها نورمال كترجع بحال واحد الماده سامه. خصنا هذه نعطوها البال، ما فيها باس نقليو فيها نستعملوها مره جوج، ولكن ما نستعملوهاش اكثر من ثلاثه اربعه، لان كاين اللي كيطيب فيها لي تشيبس لي فغيت كيبقى يطيب فيها حتى تتكحل، هذاك راه غير صحي. يعني هذيك ماده سامه. سامه. اذا وكتنصح السيدات الزيت القلي تقدر تستعملها السيدات ثلاثه المرات الى اربع مرات ماشي اكثر. لا ماشي ثلاثه حتى الاربعه، انا تنصحهم مره حتى جوج المرات. صافي. لان علاش؟ في ثلاث ايام، لان ملي كتقول 36 ساعه في نهار ونص. اييه، لان الا كنتي مداومها دائما. واخا انا بغيت نسولك شنو هي احسن حاجه فاش تحافظ عليها السيده؟ قرعه ديال الزاج مزيانه؟ هي تتخليها تبرد اولا، ملي تتبرد تنصفيوها في قرعه ديال الزاج بطبيعه الحال، لان علاش؟ الا خليتي الزيت هما يقدوا يجربوا هذه الطريقه هذه، يقدوا يطيبوا الزيت يخدموا بها ويخليه واحد اليومين في الدار ديالهم وتشي فيه الريحه اللي غادي تشمي. كاين واحد الريحه تتشم بحال الزفوريه، دونك هذاك الشيء راه من الزيت نورمالمون. الزيت باش وحتى ملي تتقليه خص تعرفي المقله مثلا اللي كتب طيبي الحوت او لا شي حاجه ولا كيما بغيتي تكون الزيت ملي طيبيها خص تكون عندك المقله سخونه واحد ثلاث دقائق، لان علاش ما خصناش ندوزو واحد لا تومبيراتور ديال 250 درجه في ديك المقله. ملي تتسخن عاد تنحطوا الزيت، اون فوا تنحطوا الزيت تزيدوا جوج دقائق ثلاث دقائق هي طابت الزيت، دونك طيبي فيها. وملي تطيبي فيها تسالي خليها ترتاح وتبرد صفيها، لانه الزيت فيها انواع كل حاجه باش مصايبه، دونك كاين اللي تتجمد كاين اللي تتعطيك بحال داك الشيء ديال اللي فات الدهنيات وداك الشيء. حاولوا ما امكن نصفيوها في شي زيف، ملي نصفوها في ذاك الزيف نخليوها نخدموا بها اون فوا دو فوا لا غير، ماشي ولكن ما يمكنليش نطيب لي تشيبس ونطيب فيها الحوت ونطيب فيها المرقه نو ما نخلطش. لا ما نخلطش، طيبت فيها الحوت نخليها للحوت، طيبت فيها لي فغيت نخليها لي فغيت، وحتى لي فغيت ان شاء الله من بعد غنوريهم واحد الطريقه كيديروا لي فغيت بلا ما يطيبوهم في الزيت. نعم. كاع هاد المسائل ان شاء الله تجي في المستقبل. ان شاء الله. انا غادي نعاود معاك المقادير اللي عطيتينا الشاف هادي ديال الشباكيه، هادي الشباكيه اللي كتاخذوا المقادير ديالها معنا هذا الصباح مباشره دائما على راديو اصوات وفي برنامجكم حديث ومغزل مع سناء الزعيم. انتي يا لالا بغيتي تتعلمي اطباق جديده وتنوعي في مائدتك، المستمعات غادي يفكوها عليك برنامجك حديث ومغزل مع سناء الزعيم.
فحنايا طبعا اليوم كنرحبوا بالشيف هادي اللي كيلتحق بينا وباسره حديث ومغزل مع سناء الزعيم. الا كنت يا لاله عاد باش علتي الراديو ولا كنتي خرجتي تقضاي وعاد رجعتي للدار غادي تسمعي الصوت ديال راجل وغتقولي واش هذا برنامج حديث ومغزل مع سناء الزعيم. عاده ما كنسمعوا فيه غير اصوات نسائيه. فاليوم اذا وابتداء من هذا الاسبوع كينضم العائله ديالنا الشيف هادي اللي كيجيب كل معرفه وكل الخبره ديالو في الطبخ باش يتقاسمها مع كل وحده فيكم وباش كل وحده في مستمعاتنا على راديو اصوات تحصل على نصائح بالقياس بالعبار اللي غادي تخليك لاله تنجحي في الاطباق ديالك وتكوني بمعنى الكلمه شيف في المطبخ ديالك. فاذا اول حاجه كنقدموها لكم هذا الصباح هي الشباكيه باش تسبق لك وتكوني متاكده انها في نفس الوقت كتحترم الصحه ديالك والاسره ديالك وكذلك كتحافظ على الجيب ديالك والمصروف ديالك. وهذا هو شعارنا مع الشيف هادي. فغادي نعاود معاك المقادير الشيف هادي. قلنا ما بين 750 غرام الى كيلو ديال الدقيق العينه الممتازه، 125 غرام ديال الزنجلان، 150 غرام ديال اللوز مطحون، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، 100 غرام ديال الزبدة دايبة ومن الأحسن تكون الزبدة العبار ولا ما تكون شيء مفتوحة وخارج الثلاجة، يعني من تاخذها مع المول بيسري تأكدي أنه يجبدها لك من الثلاجة، نص كاس ديال الماء، معلقة صغيرة ديال زيت الزيتون، الخميرة غتاخدي واحد جوج معالق ديال الحريرة تعمريهم بالخميرة وتذوبيها في الماء ما تخليهاش هكاك صحيحة، جوج ديال صفر البيض، جوج معالق ديال الخل، معلقة صغيرة ديال العسل، كميشة ديال النافع، الزعفران شعرة غديريه شوية في الماء دافي، وثلاثة ديال معالق صغار ديال ماء الورد، وكتحضري طبعا زيت القليل اللي كتكون جديدة. كان واحد الملاحظة تما، ماشي معلقة ديال العسل، معلقة ديال المسكة الحرة اللي بغات تضيفها مثلا للعسل ديالها في. نعم. دونك هادشي شحال هاد العبار شحال غيعطينا ديال الشباكية؟ قياس كيلو؟ يعطيك تقريبا حتى الكيلو ونص، لأن ملي تتوزنيها العسل وكذا وكذا تعطي كيلو ونص حتى لجوج كيلو. وهنا غادي نوريهم الطريقة باش غادي يهزوها. غادي بحال غادي نعطيهم عملية حسابية. غادي يديروا مثلا ملي يديروا داك تعيطوا لها الناعوره ولا بالموس ولا شي حاجه. دابا هي السيده عجنات العجينه ديالها، واش بعدا غتخليها تبرد ترتاح شويه ولا غتدخلها للثلاجه ولا شنو غدير؟ لا ما ديرش ملي تسرحها، ملي دير العجينه ديالها وتسرحها ودير داك الشيء ما تخليها لا تخمر لا ترتاح لا والو. هي اوميم طون تتخمر اوتوماتيكمون، غادي تخمر في الطياب. علاش؟ لان ملي تنصايبوها بحال مثلا اللي تنشوفوا في المحلات اللي غير يعني مجهزه، تيصايبوها مثلا غير في الزنقه، تيصايبوها تيسرحوها تيخليوها كيدخل لها داك الهواء داك البرد، داك البرد تيمصها تيمص داك الشيء اللي فيها. دونك ملي تتحطها تحيد النكهه، تحيد النكهه، وحتى ملي تتحطها في الزيت بارفو تتهرس لك غير في الزيت. دونك هنايا تنقول لهم خص لا تومبيراتور تكون نورمال ديال لا كويزين. انت تتعجني تتصايبي تديري وهي نورمالمون فيها تمر، خص وحده تعاونها. دونك تتسرحي او ميم طون تتخدمي، ما كتخلي تخمر حتى شي حاجه. نعم. وحتى ملي تديري الناعوره نعطيها عمليه حسابيه، تيديروا خمسه د الخطوط او اربعه د الخطوط، يديروا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، ثلاثه ديال الشرطات. دونك اللي ما عمرو ما شبكتها نعطيها الطريقه وغادي تجربها. غتاخذ نمره واحد. اها تاخذ ديال بحال داك الخيط ولا الشريط اللي على يديك دليمن. اييه. الا كانت اليسريه تاخذ من الخمسه. اها. تاخذ واحد ديرها فوق ثلاثه. وديرها فوق الخمسة. أبغي تهزهم بواحد الصبع والصبع الآخر تهز به اللي باقي. وتدورهم وديرهم بحال شكل الوريضة. عملية حسابية سهلة. أول جمهور هيا مالك وهاجر كيتبعوك. ويلا هضرنا على هادشي ياك هاجر، أنه تشبيكة شوية صعيبة ولكن سهلة. أنا فهمت هالتقنية ديالك. سهلة. وعلى فكرة غير ورقة. هالتقنية الأم ديالي اللي أنا ديالي كنسلم عليها هاد الصباح تديرها، وعرفتي عيات ما تشرحها لي ولا واش بغات تخلي للدماغ ديالي. أنا تشبيكة ديال الشباكية ما شديتهاش في ساعة، ولكن سهلة. إذا غتشرطي داك المستطيل ديالك. هانتي قطعتيها بالمرشم ولا تقطعوا كاع؟ كاين اليوم داك المرشم ديال الشباكيه غير بالموس عادي كيكون مستطيل وكيتقسم على خمسه ديال الشراطي. كتشدي الاول والثالث والخامس كتجمعيهم أيه. والثاني والرابع تجمعيهم حتى هما أيه. وتقلبيهم وتتقلبيهم وتتشديهم في الجناب. أيه. تعطيك ورده.
وهانتي كتحصلي على وريضة. كاين حل اخر ديري واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة كتشدي الخامس كتجيبيه كتطويها بحال اللي كتطوي ورقة تديها ديريكت نمرة واحدة الشرطة الاولى تتهزي زوج والثالث والرابع في الوسط وتتهزي الخامس والواحد وتتقلبيهم هادي كيعطيك واحد الشكل هائل هادي هادي الاخرانية. اذا كتشد السيدة الشريط الواحد والشريط خمسة كتلاصقهم تتلاصق لا خص تطويها تطويهم تطوي الخمسة تجيب الخمسة للواحد تطويها باش تجيها سهلة نعم وتهز كاع دوك الثلاثة اللي في الوسط تهزهم وتلاصق الواحد والخمسة اللي بقاو تلاصقهم تقلبهم وتدورهم حتى هي كتجي واحد الوريضة هائل هائل وتشد في القناة وتزيرهم. طيب إذا العجينة ما تخليهاش السيدة تخمر غادي تبدا ترشم غادي تبدا تجمع وتقلي مباشرة تقلي مباشرة تحت تقلي الزيت أنا تنأكد تنأكد ونعاود إلا كانت الزيت غادية عالية بزاف غادي تهرس لك داك الشيء نعم كانت خفيفة غادي يوجد لك داك الشيء قاسح 180 درجة حولي إن فوا تشوفي لي فاك دوك الموجات غادي نطيبي وأنت عينك وميزانك واحد الحاجة كاين العيالات اللي تيديروا مثلا البيض إن فوا تشوفي ديك الكشكوشة بدات تخرج لك في سميتو راه يعني استعملتي البيض بزاف أولا العجينة ما قديتيهاش مزيانة لأن بارفوم اللي تنطيبو تتخرج ديك الكشكوشة ديك البيوضية وفي هذه الحالة شنو خاصة إذا ندير باش ما تضيع لهاش ديك الشباكية تحيد كلشي تشد ديك العجينة تقادها بمعنى الكلمة ما لقات ما دير بها اون باس باش ديرها كيكة ولا دير فيها شي حاجة وهذا الموضوع مهم هذه حاول أنا تنقولها من هذا المنبر هذا أي حاجة عندكم في الدار خليوها ما تلوحوا حتى شي حاجة عندكم بصلة شيطة خليوها عندكم واحد شوية ديال البصلة خليوها مطيشة قصبر معدنوس أي حاجة الكيك بقى لكم في الدار مورسو مورسو خليوها بقات لكم غير 50 غرام 50 غرام 50 غرام ديال ليبات خليوهم إن شاء الله من هذا المربر غادي نعطيهم جميع الوسائل حتى المرأة تولي شافة في دارها وباش نساليو تحضر الشباكية من بعد ما تقلى في الزيت تقطر لا ما تقطرش إذا من الزيت للعسل ديريكتومون واش العسل خصها تكون هي غليانه تكون سخونه العسل ما حد هي سخونه هي مزيانه لان اين فوا فاش تكون سخونه ملي كيوقع داك لو شوك بحال ملي تكون الزيت والعسل سخونين تتهزي ديك العجينه تتحطي ديك العجينه تتهزي شي مغرف تتحطيه فوق ديك باش تتهبط باش تشرب باش ما تطلعلكش في الساعه تتخليها واحد 2 سكوند 3 سكوند تيوقع داك لو شوك انا ملي كتكون هذاك العسل سخونة تتشرب اوتوماتيكمون تتشرب العسل وتجيك غزالة ومعلكة ويرحموا لي الوالدين على هذا الشيء امين يا رب العالمين جربوها ودعيوا مع الشاف هادي بالصحة وطول العمر ان شاء الله وهجر كتستقبل مكالماتكم طبعا باش غادي تهضروا مباشرة اليوم مع الشاف هادي الشاف هادي اللي كتعرفوه بالابتسامة ديالو بسعة الصدر ديالو وتبارك الله عليه بفن الطبخ المغربي والعالمي الرائع نصائح وصفات بالعبار بالقياس اللي غادي توهم كل وحده فيكم باش تولي شاف بمعنى الكلمه في المطبخ ديالها الشاف هادي حنايا غادي ربما نبداو ناخذوا بعض الاسئله عندنا فيما يخص هادشي ديال الشباكيه هاجر اللي من الدار البيضاء كتسولك على كيفاش دير باش الشباكيه تبقى لها كاتبري وما تشربش العسل وهذه فعلا كنلاحظوا بعض المرات الشباكيه ملي كيدوز عليها شويه الوقت بحال اللون ديالها كيبهت بحال الا قديمه بطبيعه الحال هي اول حاجه خص ديرها ملي تغطس ملي يعني تطفي الشباكيه في العسل تهزها تخليها تكتر مزيان ان فوا تكتر تنديروها في شي بيدو يعني يكون صحيح سمحي لي راه بعض الكلمات العربيه ما عنديش خصك تعاونيني فيهم ما لا عليك يكون ميكا صحيه وتنغطيوها تنديروا شي حاجه من فوقها تنغطيوها لان شكون اللي تيشربها هو البرد البرد هو اللي تيحيد لي هذيك اللون ديالها وتيحيد ليها داك حتى الجنجلان مثلا ملي تنحمرو تنزوقو به من الفوق تيرجع لك هشيش ورطب يعني ما هي خصها تغطى ما يدخل لهاش البرد هذا هو السر ديالها واش اذا السيده منين تستفها في السطل او في بواطه ديال الميكا اللي كتصلح لهاد الامور تكون صحيه وغذائيه واش تغطيها ايضا بواحد البلاستيك في الوجه ماشي البلاستيك يكون واحد الكاغط اللي تنطبخوا اللي تنديروا في الفران هذا بابيي دو كويسون بابيي دو كويسون نحطوه من الفوق ونغطيوه شي حاجه اخرى ما تكونش شي حاجه اللي غادي تعطينا ديك ليميديتي كذلك واخا يكون مثلا سطل يكون عنده الغلقه ديالو هو اللي غادي يكون شاد لينا داك الشيء اما الا درتي له داك السلفريزي هذاك بحال كان غير شويه ديال السخونيه تعطينا واحد ليميديتي وغادي تبقى تهرس لك
تبقى تحسيها ملي تتهزيها تلقاك تهرس بوحدها. احسن طريقه ديريها في شي حاجه وغطيها بنفس الشكل اللي عندك بنفس الغطايه اللي عندك. نعم. ودير ديك البابي سي فريزي صافي. عندنا وفاء من سلا اللي صيفطت رساله اس ام اس على رقم 5590 كتسولك الشيف هادي شنو هي احسن طريقه باش تحافظ على الشباكيه، واش ديرها في الكونجيلاتور في المجمد وتبدا تجبدها تدريجيا حسب الاستعمال في شهر رمضان، او تخليها في الثلاجه؟ انا تنشكرها هذا لان كاين بزاف الناس الجاليه المغربيه في اوروبا كيسولوني على هذا السؤال ودائما تنعاودو. يا اما حلوه عندك ديال الباتيسري، يا اما سي با لاباتيسري اللي كتكون فيها نوط، حلوه ديال المغربيه حلوه تقليديه او شباكيه دواز اتاي قبل ما يحطوش ان غون كونتيتي في الكونجيلاتور، ياخذوا دي بلاستيك اللي كاينين موجودين في الاسواق خاصين غير بالكونجيلاتور. مثلا غادي ندير شحال خصني يوميا واحد 100 غرام 200 غرام مثلا حبات 10 الحبات تنفرقهم وتنحطهم في الكونجيلاتور تنبغي نجبدهم. عندي حلوه ديال الدار اللي تندير في الدار حتى هي تنديرها في الكونجيلاتور، تجي عندي الضيف تنحيدها 15 دقائق تنجبدها تتبقى بحال اللي شريتيها جديده، ما فيها حتى شي مشكل. هذه والحاجه الا تجبدات من الكونجيلاتور ما يمكنش ترجع له ياك؟ لا ما يمكنش ترجع. هاد الدروس هادو غادي نعطيو لهم اي حاجه مثلا ديال لي فريغو لا كويزين كومبلي من الباب ديالها، يعني حتى النعاله اللي تستعمل وتخرج بها وتدخل بها هذاك غادي نحيدوه ان شاء الله معهم وغادي نوريه لهم كل وحده والطريقه ديالها. يعني غادي نديروا اون كويزين سبيسيال ديالهم في دارهم ان شاء الله. ان شاء الله. دائما بالاسئله المستمعات حنا كنجاوبكم رفقه الشيف هادي مباشره على راديو اصوات. مليكه من الدار البيضاء كتسولك كيفاش يجي العسل ملي كتصوبوا على يديها في الدار، كيفاش يصدق ليها وما يكونش مر، حيت العسل كتصوبوا ولكن كيجي فيه المروره. مرورة اولا ما عرفتش انا واش كتستعمل قلب السكر او لا تستعمل سنيده او لا شي حاجه. هي هنايا عندها انديفو كتعطيها كطيبو في واحد كيدوز الوقت ديال الطياب ديالو، وحتى الحامض ربما الا تدير فيه الحامض ربما ديك القشره ديال ديال الحامض هي كتعطيه المروريه. بشحال من واحد كيدير فيه الحامض كيطلق ديك ملي كنطيبوه اكثر الحامض القشوريه ديالو تعطيني المروريه، وبالاخص الا خذت داك الحامض اللي تيكون فيه شويه ديال الخضوريه. والطريقه باش كطيبها خص تكون عندها لا تومبيراتور اكزاكت، ما عرفتش شنو واش السكر واش السنيده. دونك غير هي ملي تطيبها تحاول ما امكن غير ان فوا تذوب، حتى الا ما ذابتش غير تطفي غادي يبقى يطيب غير راسو، ما حد هو سخون هو غادي يبقى يطيب غير راسو. ساره من الدار البيضاء كتسولك الشيف هادي كيفاش العسل يجي اللون ديالو احمر؟ اللون ديالو احمر وهو ملي تطيبه كما الاخت الاولى، يعني اللي كيكون احمر اللي كتشوفيه احمر هما تيديروا هذاك القلب السكر، هذاك هو اللي تيعطي الحموريه بزاف. لان حتى ملي تطيبي به اتاي الا صايبتي اتاي بسنيده او لا بالسكر ديال القلب تيبان لك الفرق، كيبان لك الفرق هذاك اتاي احمر. وانت اذا كتنصح السيدات يستعملوا اكثر القلب ديال السكر لتحضير العسل في البيت، ولكن على حسب الجيب ديالهم. بغاو يستعملوا سنيده يستعملوا سنيده، غير هي باش تجي لها الحموريه مزيان خص تكثر. الا كانت غدير كيلو تحاول تزيد واحد 250 غرام حتى 300 غرام اكسترا. مجيده من وجده كتسولك على المقادير ديال البشنيخه وطريقه تحضيرها. يلا قلنا بشنيخه هي هاد السيده ماشي جوكو عايشه في وجده، جوكو هادي من النواحي ديال الجنوب ديال المغرب. الناس ديال وجده كيسموها الكريوش كما قلت قبيله، الناس ديال تازا الناس من تازا فاس مكناس حتى الرباط كيعيطوا لها الشباكيه، تعيطوها المخرقه. الناس ديال الجنوب تعيطوا لها بشنيخه. اذا هذه المقادير اللي غادي تلقاوها على الصفحه ديالنا ديال الفيسبوك سناء الزعيم اصوات. عندنا اسئله واحده اخرى دائما على رقمنا 5590. ساره من اكادير تطلب منك الشيف هادي كيفاش كتصيب الفرماج للدهن. كذلك عندنا الاخت نوال من تماره اللي بغات تسولك على طريقه انجاح الكيكه. كذلك عندنا وفاء من فاس اللي عندها سؤال على طريقة تحضير القريصات، والقريصات هما القريشلات. وكاينة كذلك أخت اللي اتصلت سولت على نفس الموضوع اللي هي الأخت مالكة من إسبانيا كيفاش يصدقوا لها القراشل. معنا اللحظة على الخط أخوات اللي غادي ناخذوا أسئلتهم ونديروا سؤال جواب. عندنا سيدة اللي كتسول على الشباكية اللي غادي ندوزوها معنا، مريم من دار البيضاء. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا بك معنا على راديو أصوات مريم. اهلا اختي سابع. لاباس عليك؟ لاباس عليك بخير. شوف مريم الوقت كيطير فعلا كيطير كيدوز بسرعه، والشاف هادي معاك وعندك سؤال على الشباكيه اللي عطانا الشاف هادي. اختي بغيت غير باش نعرف واش كتدلك ولا لا؟ هي دلكيها بين 7 حتى 10 دقائق ماكسيموم.
لان الا دلكتيها بزاف ملي غادي طيبيها غتجيك العجينه شي شويه قاصحه وغادي تبقى تهرس لك كما قلت لك قبيله. هي من الاحسن حاولي غير ملي تدلكيها حاولي ما تدلكيها بجوج ديال الدين يعني بالتحت ديال اليدين بالكف باش تجيك سهله صافي. عندك شي سؤال اخر؟ بغيت غير نمره التليفون ديال الدكتور عماد الله يجازيك واخا. هذه حاجه اخرى فحنايا طبعا هاجر غتهضر معاك. عندنا واحد السيده اللي كتسولك على المسكه الحره واش ديرها حتى هي من الاول في الدليك؟ لا هي المسكه الحره انا قلت لهم يديروها مع العسل تعطيهم واحد النسمه غزاله. من الاحسن من الاحسن ديرها في الطنجره ديال العسل اللي غادي تغطس فيها الشباكيه منين غادي تقليها. طيب عندنا اللحظه على الخط مريم من الدار البيضاء. صباح النور. هي اللي كانت معنا غادي ناخذوا الاخت حفيظه من عين عتيق. صباح الخير حفيظة. السلام عليكم أخت سالم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. لا بس بارك الله فيك أختي شكرا. يسمع على مسمى الشيف. الله يخليك أختك أختي بارك الله فيك. أنا باغي نسولك الشيف على لاكريم. هذيك لاكريم اللي كدير فوق الحلوى ما عمري صايبتها وتصايبها تكون ساهلة الله يعطيك الصحة. اللي ديريها فوق الحلوى. فوق الحلوى وكيكة أي حاجة تصايبها الدراري ديريها فوق منهم. بناتي عزيزة عليهم ما كنعرفش نصايب. دونك كتشري لاكريم من السوق ياك من لي مارشي. واخا. غادي تمشي وتاخذي لاكريم اللي كيكون فيها واحد النسبة ديال الدهنية 35 في المية ديال الدهنية راه مكتوبة تما كتلقي 15 25 35 غادي تشري 35 اللي فيها 35 وغادي تاخذي اي السكر اللي عندك غادي تضربيه مزيان. انا نعطيك طريقة سهلة غادي تضربيه مع ديك لاكريم وغادي ديري شوية ديال الحامض باش تجمع لك فهمتي وغادي دير شي مونسيم لا كلافاني ولا شي حاجة. ولا بغيتي تبرعي وليداتك مزيان سيري شري داك الجبن اللي تيكون اللي تندهنوا به مثلا تنديروه فوق الخبز ولا شي حاجة خلطيه مع هذاك لاكريم فريش وهانتي عندك وصفة هائلة وبالصحة والراحة وجربيها ودعي مع الشاف هادي بالصحة والسلامة يا أخت حفيظة. حنا اللحظة غادي ناخدو معنا الأخت اللي من سطات سميرة. صباح الخير. السلام عليكم. صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله. بغيت نسول الشاف هادي. تفضلي يا سمير. تجيني ممرقاش مزيان. عرفتك غادي تعرفي واحد الحاجه كاين ثلاثه الانواع ديال العجينه اللي تنديرو بالنسبه لهاد المورقات. كاين العجينه اللي ما تنديروهاش فيها الخميره كاين العجينه اللي تنضربوها بالزبده. انا العجينه اللي تنقول لك باش تجيك مزيانه ملي غادي ديري العجينه ديالك ديال الكرواسون غادي تخلطي معها الزبده مباشره بحال اللي تديري العجينه ديال الخبز وغادي تطويها وديريها في الفريغو وغادي تخرجيها ولكن غادي تكون فيها الخميره. الا ما كانش فيها الخميره ما غاديش تطلع لك خص لابد تكون فيها الخميره. المقادير انا ما عرفتش شنو درتي في المقادير ولكن الزبده والخميره لابد خصو يكونوا. فهمتي اختي ولا ما فهمتيش؟ سميره فهمت. غير هي خليها في الفريغو واحد شويه وبلا ما كاع تخليها في الفريغو ملي ديري العجينه تخلطي معها الزبده والخميره ديريها بحال تتعجني عجينه الخبز سرحيها وخليها تخمر. خليها تخمر واحد شويه مزيان ابغي ملي تتفتحيها باش ديريها كويرات وديري كرواسون خليه حتى هذاك يخمر وخليه يخمر واحد جوج حتى ثلاثه السوايع عادي يمكن لك طيبيهم كتخمريهم على جوج الخطرات باش طلع لك كرواسون زوين جوج خطرات باش طلع لك الكرواسون زوينه وتيطلعوا لك بحال اللي تشريها ديال السوق. شكرا. شكرا على واجبة سميرة. تحية لكم بسطات وانتي سفيرة ديال راديو أصوات بسطات نعولوا عليك. وهكذا بهاد الجواب ديالك على الكرواسون جاوبنا كذلك على حسنة من صويرة اللي كانت كتسول كيفاش صدق لها الكرواسون. فهذه إذا النصائح اللي غادي تفيدها إن شاء الله معنا. اللحظة مستمعة اللي غادي نجاوبوا كذلك على السؤال ديالها واللي كانت طرحته على هاجر في الساعة الأولى هي الطريقة ديال القراشل كيفاش يصدقوا ليها. ملكة من اسبانيا القراشل باش يصدقوا لاي وحده. وسمح لي الشاف هادي كان هذا السؤال ديال الاخت كذلك اللي كتبات لنا اس ام اس وفاء من فاس. القريشلات او القريصات كيفاش يصدقوا ليهم؟ يصدقوا هي العجينه تكون شويه جاريه ما تكونش ثقيله هذا هو السر ديالها. كيما بغات تكون العجينه الا ملي تيديروا ديك الكويرات وتيديروا ديك العجينه خصها تكون شويه جاريه هذا هو السر ديال القراشل ما فيها حتى شي حاجه اخرى. الاخت نوال من تمارا اللي كتسولك على الكيكه كيفاش تصدق الكيكه شنو النصيحه ديالك؟ الكيكه فيها عشرة ديال المحاور. كل محور اولا خصها الزبده اللي غادي تطيب بها خصها البيض خصها الفران تكون عارفه الفران ديالها الحجم ديال المول اللي غادي تحط فيه هذاك الشيء الطريقه باش غادي تضرب داك الشيء
والزيت او كانت غادي دير الزيت او شي حاجه اخرى، هذه حاجه اخرى. واللي مهم انها ملي تدير الكيكه ديالها خص لابد تخليها في الفران وديرها في الوسط ديال الفران، ديرها في الوسط ديال الفران وتحافظ على الطريقه، تحافظ على الوقت، تحافظ على الوقت اللي غادي تطيب فيها هذيك الكيكه. من بعد شنو خص تخلي الكيكه باش ترتاح باش تطلع ليها الكيكه، وما تحلش الفران فوق طيب فوق ما حد هي شعلة على الكيكة نهائيا، ما تحلش ما تحلش الفران ومدى بها تخلي واحد 5 دقائق 10 دقائق تما في الفران حتى كترتاح مزيان، من بعد تخرجها وتخليها ترتاح على شي حاجة شي شبكة ولا شي حاجة، ما تحيدهاش من المول ديريكتومون حتى ملي تخرجها تخليها ترتاح وغادي تصدق لها 100%. اذا السفوف كيفاش لالا غادي توجديهم، سفوف او سلو حسب المنطقه، كل منطقه وكيفاش كنسميوهم. هذا اقتراح الشيف هادي معك هذا الصباح على راديو اصوات. انا غادي نعطيهم واحد السفوف يعني هائل، ما تحتاجش بزاف ديال المصاريف، لان تنعرفوا السفوف تاخذ بزاف المصاريف. غيخص لهم واحد 750 غرام ديال الخرطال، يحمروه مع واحد شويه ديال السكر اللي تيبغي السكر، اللي ما تيبغيش هذاك الشيء 50 حتى 100 غرام ديال السكر، يحطوه في الفران يحمروه مزيان. عنعاود نسولك، السكر يعني سنيده واخا دونك باش يديروا داك الخرطال يحمروه في الفران ويديروا معاه داك السكر، يجبدوه ويطحنوه، خلوه حتى يبرد بطبيعه الحال ويطحنوه حتى كيرجع لهم داك الخرطال كيرجع لهم دقيق عادي. والخرطال خصيده تخليه هكاك صحيح صحيح كامل دير شي طاوه ما تغربلو ما والو. لا لا راه كيجي مغربل هو، راه وماشي غالي في الاسواق. تتحط شي طاوه، تتحط فوقه داك السكر، تديرو في الفران كيتحمروا بجوج، تتحمروا بجوج، الفران يكون سخون بطبيعه الحال. كان دائما انا تنصح الفران حتى العيالات اللي غادي يديروا الكيكه ولا حاجه، الفران يكون 20 دقيقه قبل سخون. دونك تنشدو داك السكر مع الخرطال تنديرو في الفران، ابغي تنجبدوه تنخليوه يبرد، تنطحنوه تنحطوه ابا، تناخذ 400 غرام ديال الجنجلان، تناخذ 200 غرام تنكون حمرتها. اذا الزنجلان 400 غرام محمر وي، تناخذ 200 غرام تنبقى نطحن فيها حتى تولي ليا زيت. يعني السيده تطحن غير النصف ديالو حتى تولي لها زيت، تنحطو ابا، تنحط 400 غرام ديال سميتو ديال اللوز، ومن الاحسن يكون داك اللوز الحسيمي اللي تيكون شي شويه مزيت. 400 غرام تا هو 400 غرام، تناخذ النصف ديالو تنبقى نطحن فيه حتى كيرجع مزيت. وسمح لي شاف هادي، هاد 400 غرام ديال اللوز هو كيتحمر شنو كيتقلى؟ كيتحمر ولا تيتحمر غير بقشورو؟ بقشورو بكل شيء. وتطحن النصف ديالو، تنطحنو حتى تيرجع ليه حتى هو زيت. لان الجنجلان راه منو تنصايبو ديك الطحيني، بزاف الناس كيسولو منين كتجي داك الطحيني، تنصايبوها بديك الزيت ديال الجنجلان. دونك ملي نطحنو الجنجلان تيرجع لينا زيت، النصف ديال اللوز تيرجع لينا زيت، تنخلطوهم مع داك الخرطال، وتنزيدوا عليهم 50 غرام ديال العسل حسب الاختيار، باش اللي مثلا اللي فيه السكر او اللي فيه كذا، باش حتى هو ما يتحرمش في هذا رمضان من السفوف. واللي بغات تجي شي حاجه من الفوق هذاك الشيء الاختيار ديالها. المهم هادو هما المقادير، 750 غرام ديال الخرطال محمر في الفران مع 50 غرام ديال سنيده، 50 حتى 100 غرام كل وحده والطريق المقادير اللي بغات، 400 غرام ديال اللوز، 400 غرام ديال الجنجلان، 50 غرام يعني 50 مليلتر ديال العسل. صافي هذا الشيء اللي كان في السفوف، تنخلطوهم كاملين وتيرجع لينا سائل معسل مزيت هائل، ما فيه لا دقيق لا زبده لا زيت. واخا النصف ديال الزنجلان اللي بقى صحيح والنصف ديال اللوز اللي بقى صحيح، هذاك اللوز غادي نهرمشوه ونزيدوه معاه باش يتزوق. اييه. وداك الجنجلان حتى هو تنزيدوه من الفوق. وكاين اللي كيزيد داك حبه، كاين اللي يا سلام على هذا السلو، رائع، ما فيه لا طحين ما لا دقيق، ما فيه لا طحين لا زيت لا زبده، وصحي 100%. وانا على يقين الا تبعوا الطريقه هذه غادي يجيهم هائل، بلا ما يبقاو يكرفصوا راسهم ويمشيو عند يعني كيضيعوا فلوسهم ووقتهم. هذه طريقه سهله وغادي يعجبهم احسن من الاخر اكيد. شاف هادي كنذكر بانه هاد السفوف او هاد السلو صحي، غادي تلقاوه كذلك على الصفحه ديالنا الفيسبوك الرسميه سناء الزعيم اصوات، اللي غنعاود نذكر به وبالمقادير ديالو. بيع عجاله 750 غرام ديال الخرطال، 50 غرام ديال السكر سنيده، كتخلطيهم على الله وكتخليهم يتحمروا في الفران، كتاخذي 400 غرام ديال الزنجلان و400 غرام ديال اللوز، كتقسمي كل حاجه على جوج، كتاخذي 200 غرام ديال الزنجلان
كتطحنيها حتى كتبان الزيت على الوجه، وكذلك 400 غرام ديال اللوز كتطحنيها حتى كتبان الزيت. هذاك الشيء اللي غيبقى لك غادي تحمريه وتخليه. غادي تزيدي لهاد الخليطه ديالك 50 مليلتر ديال العسل، كتخلطيه مزيان، وكتاخدي داك اللوز اللي بقى كتقليه كتهرمشيه وكتزوقي به الوجه وكذلك الزنجلان، وهانتيا حصلتي على صفوف صحي واقتصادي من عند الشيف هادي. شيف هادي، وصلنا لنهاية هاد الساعة الأولى، وبغيت نقول لك أنه الوقت داز معك بسرعة كبيرة كبيرة جدا. كان واحد الأخوات المستمعات اللي طرحوا علينا أسئلة على صفحة ديال الفيسبوك، أنه إن شاء الله غادي نجاوبوهم. كنشكرك بزاف، وهذه غير أول حصة ديالك معنا في برنامج حديث ومغزل مع سناء الزعيم. لقاء المستمعات يتجدد بك الأسبوع المقبل، ونصيحة أخيرة يردوا علينا الخبر على هذه الوصفات اللي تنعطوا لهم باش يشجعونا، لأن أنا تنتقبل حاجة زوينة ولا خايبة منكم، كنتعلم من 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 هذاك الشيء اللي تديروا تنتعلم حتى أنا. دونك خصي يردوا علينا، كان خايب ولا زوين يردوا علينا. كنشكرك بزاف شاف هادي، ومرحبا بك معنا على راديو أصوات. مرحبا بك في حديث ومغزل مع سناء الزعيم.